السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. دفعة 2022 يا رب نكون الفيديوهات اللي بننزلها كل اسبوع مفيدة بالنسبة لحضراتكم وبتساعدكم في فهم الدرس اكتر وفي حل اكبر كود من الاسئلة وتشوف الحاجات اللي واقفة معاك وتتعلم منها عشان ما تكررش الاخطاء دي سواء في الكويزات او في امتحان الشهر او حتى ان شاء الله في امتحان اخر السنة. النهاردة هنحل مع بعض الواجب رقم 4 وهو الواجب الأخير في Chapter 4 إن شاء الله، ومن الأسبوع اللي جاي نبتدي ننزل الواجبات بتاعة Chapter 5 وهو آخر Chapter معانا هو الأورجانيك كيمستري. فتعال نشوف آخر لسن معانا وآخر واجب معانا في Chapter 4 بيقول إيه. بس الأول ورقة وقلم والكالكليتر بتاعك يكون معاك عشان لو في مسائل هنحسب حاجة أو في أي حاجة هتتحسب تبقى حضرتك ماشي معانا بالخطوات. يلا بينا نبدأ الفيديو الأخير من Chapter 4. يلا بينا نبدأ مع بعض حل الواجب الرابع من Chapter 4، وده خلاص كده آخر واجب معانا في Chapter 4، وإن شاء الله من الأسبوع اللي جاي هننزل حضراتكم حلول Chapter 5، وده آخر Chapter معانا بإذن الله تعالى. Chapter اللي جاي اللي هو الأورجانيك كيمستري. تعالى بس كده بالورقة والقلم وما تنساش الكالكليتر بتاعك عشان في مسائل وعندنا حاجات كتير عايزين نحسبها في هذا الأسايمنت، فواحدة كده كده معانا بالورقة والقلم ونشتغل مع بعض. أول سؤال بيقول لحضرتك: An electrolytic cell contain Ag2SO4 اللي هو السيلفر سلفيت، has a platinum electrode، عندها electrodes من البلاتينيوم، طبعا البلاتينيوم ده بيتفعلش خالص. A current is passed until 1.6 gram of oxygen gas has been liberated at anode، يعني الوزن ده من الاكسجين اترسب. The amount of silver deposit at cathode هيبقى قد ايه؟ طبعا انت عن طريق الماس برسبتيت تقدر تحسب الكيو، ولما تجيب الكيو اكيد هي نفس الكيو اللي ماشيه جوه البيكر، لان انت عندك بطاريه واحده نازله جوه الالكترولايتيك سيل، فبالتالي نفس الكيو ونفس الكوانتيتي اوف الكتريستي معديه على الانود وعلى الكاثود. فتعال الاول نجيب الكيو بكام. زي ما احنا متعودين هنشتغل الاول بالكروس ملتيبليكيشن ونقول انه ال1 فاراداي بيطلع لحضرتك ال 96500 كولو، وبيرسب لحضرتك حاجه اسمها الايكويفالنت ماس، وبناء عليه لو غيرنا الاكس فارادايز هيدي لحضرتك كيو مختلفة وهيدي لحضرتك ماس برسبتيت مختلف. واحنا في البداية بنتكلم عن الاكسجين جاز اللي ترسب المفروض او اللي طلع عند السلكة بتاعة الانود. طيب الاكسجين جاز ده الوزن بتاعه اللي طلع عند السلكة كان حوالي 1.6 جرام بقلنا الاكويفالنت ماس. الاكويفالنت ماس هو الاتوميك ماس على الفيلنسي. الاتوميك ماس بتاع الاكسجين هو بحوالي 16 والفالنس بتاعت الاكسجين ب2، فلازم حضرتك تبقى عارف ان الاتوميك ماس بتاع الاكسجين بيساوي كام؟ بيساوي 16. يبقى 16 على 2، من هنا تعمل كروس ملتيبليكيشن وبناء عليه تحسب الكيو بكام. فسعادتك مشكوره انها تحسب كروس ملتيبليكيشن، يبقى 1.6 ملتيبلاي 96500 ديفايدد 16 اوفر 2، فيطلع عند حضرتك ان الكيو المستخدمة هي بحوالي 19300 كولوم، وبكده دي الكيو اللي انت مستخدمها جوه هذه الالكتروليتك سل. نعمل نفس الحسبة تاني بس مش على الاكسجين، انت هنا عملتها للاكسجين، هنعمل نفس الحسبة بس للسيلفر لان هو عايز كمية السيلفر اللي ترسبت. يبقى ال1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، هيخرج لحضرتك الاكويفالنت ماس، فلو حضرتك غيرت كمية الفارادايز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت، والكلام ده بقى دلوقتي يخص السيلفر. طيب دلوقتي احنا عايزين الماس برسبتيت بكام؟ مش معانا، والكيو احنا حسبناها ب 19300 كولوم. الاكويفالنت ماس بتاع السيلفر كده كده السيلفر معروف ان الاي جي ب 108، يبقى 108 الاكويفالنت ماس والفالنسي ب 1، تعمل كروس ملتيبليكيشن طلع الماس برسبتيت، يبقى 19300 ملتيبلاي 108 ديفايدد 96500 يطلع لحضرتك ب 21.6. يبقى من هنا حسبنا الماس برسبتيت للسيلفر هيطلع لحضرتك بعد الكروس ملتيبليكيشن ب 21.6 جرام، اللي هي اعتقد الاجابه دي. تعالى نروح للمسألة التانية، والمسألة التانية بس كان فيها غلطة مطبعية انه الإجابة الصح مش موجودة من ضمن الأربع اختيارات، فاستأذنك هتغير لي آخر إجابة تخليها 0.56 لأن دي هتبقى الإجابة الصح. تعالى نشوف الراجل بيقول إيه. بيقولك أولا احسب لي الفوليوم بتاع الأكسجين جاز، حاضر عايز ساعتك تحسب الفوليوم. باي باسنج كارنت 965 كولوم
through acidified water اللي هي الووتر يعني اللي يكون فيها اسيدز او كده. طيب الاول بس احنا هنشتغل عادي بالكروس مالتيبليكيشن اللي بيقول لحضرتك ان ال1 فاراداي بيطلع لحضرتك 96500 كولوم وبيطلع لحضرتك حاجه اسمها الايكويفالنت ماس. ولو بعد كده غيرنا كميه الفاراديز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت. بالراحه بقى واحده واحده. الراجل عايز الفوليوم، واحنا عشان نجيب الفوليوم اتفقنا قبل كده لازم الاول نحسب الماس، وطبعا الراجل بيتكلم على حاجه جاز. طيب الكيو الراجل مديها لك ب 9650 كولوم، لازم الايكوفالنت ماس، وطبعا اتوميك ماس الاكسجين ب 16 والفالنسي ب 2 يبقى 16 على 2. من هنا هعرف اجيب الماس، يبقى الماس هيساوي 9650 ملتبلاي 16 على 2 ديفايدد 96500، فيطلع ان الماس ب 0.8 جرام. كده جبنا المين؟ جبنا الماس. طيب انا كنت قايل لحضراتكم عشان تحسب الفوليوم بتاع الجاز انت محتاج النمبر اوف مولز ملتبلاي 22.4 لترز، صح؟ لازم نجيب النمبر اوف مولز، والنمبر اوف مولز ما تنساش كان بيساوي لحضرتك ماس على مولر ماس، الماس على المولر ماس. طب بالراحه بقى الماس احنا مطلعينه ب 0.8 على المولر ماس، طبعا الاكسجين اللي عندنا هي O2 والاكسجينيه الواحده ب 16 يبقى O2 المولر ماس بتاعها يبقى 16 في 2. من هنا تقدر تحسب النمبر اوف مولز، يبقى 0.8 ديفايدد 16 على 2 يطلع ان عدد المولز ب 0.025 مول. هناخد النمبر اوف مول نحطه تحت، يبقى ساعتها الفوليوم هيساوي 0.025 ملتبلاي 22.4، تضرب الرقم ده في 22.4 هيطلع عند حضرتك انه الفوليوم ب 0.56 لترز. وبكده يبقى حضرتك جبت الفوليوم بكام اللي هي الاجابه دي. وبكده يبقى حلينا المساله رقم 2، بس باكد على حضرتك ان الاجابات كلها ما كانتش منطقيه فكلهم ما كانوش صح، الاجابه الصح ما كانتش موجوده فهتعدلها بعد اذنك ويبقى 0.56 هي دي الاجابه الصحيحه. بعدين في سؤال 3 بيقول لحضرتك the quantity of electricity for electrode decomposition of 1 gram equivalent، 1 جرام ايكويفالنت اللي هو الايكويفالنت ماس يعني. فبالتالي انت عشان ترسب الايكويفالنت ماس انت محتاج ال1 فاراداي اللي هي 96500 كولوم. فعشان ارسب الايكويفالنت ماس انا محتاج الكميه دي، فانهي كميه فيهم موجوده في الاختيارات؟ هل هي ال1 امبير بير سكند؟ لا. هل هي 96500 كولوم بير سكند؟ لا. هل هي ال1 امبير فور 1 اور؟ لا. اللي تشارج اون 1 مول اوف الكترون، طبعا انت محتاج كميه كهرباء بترسب لك ال1 مول اوف الكترون اللي هي ترسب الايكويفالنت ماس، على حسب بقى الايكويفالنت ماس ده بقد ايه. فبالتالي اللي تشارج اون 1 مول اوف الكترون هي الشحنه اللي محتاجينها عشان ارسب الايكويفالنت ماس. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده الايكويفالنت ماس هو كميه الوزن اللي بيحتاج ال1 مول اوف الكترونز. وبناء عليه السؤال رقم 3 الاجابه فيها تبقى الاجابه دي. طيب نيجي بعد كده لأربعة، بيقول لحضرتك إن electrolysis of diluted H2SO4 using platinum electrode إيه اللي هيحصل؟ طبعا عند حضرتك لو أنت عندك أدي الالكتروليسز وأدي عند حضرتك البطارية، وطبعا دي البوزيتيف ودي النيجاتيف، طبعا ده الأنود وطبعا ده الكاسود، وبالتالي حضرتك عندك هنا H2SO4 ده السوليوشن بتاعك. والموضوع سهل وبسيط، طبعا السوليوشن هيقسم الى بوزيتيف ونيجاتيف، وطبعا الهيدروجين البوزيتيف هيطلع عند الكاثود النيجاتيف ويطلع لك هنا الهيدروجين جاز ييفولف كده من جنب هذه السلكه. فبالتالي هيدروجين جاز ييفولف ات كاثود، طبعا مليون في المية الهيدروجين جاز هيطلع عند الكاثود اللي هي الاجابه ايه، هي الاجابه الصحيحه. اما NH2 وCl2 وO2 كل الحاجات دي مالهاش اي علاقه بالقصه خالص. نيجي بعد كده للسؤال رقم 5، بيقول لحضرتك a current strength مديك ال strength بتاع ال current مديك ال I بكذا passed through fused يعني زي ما تقول سايح او متكهرب aluminium chloride for 5 hours مديك ال T لمدة 5 ساعات how many liters of chlorine، يعني الراجل عايز ال volume بتاع ال chlorine. وبيقول لك ان الفاراداي بيساوي 96500 كولوم. الاول بس نجيب الماس، فانت عندك ال 1 فاراداي
بيطلع 96500 كولوم، بيخرج لك الإكويفالنت ماس. ولو غيرنا كمية الفارادايز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت. بالراحة بقى عليا، انت عشان تحسب الفوليوم محتاج الاول الماس برسبتيت. طيب الراجل مديك اي كتر الف خيره، ومديك تي اللي هي ب 5 اورز. وطبعا احنا لو معاك اي ومعاك تي لازم هتجيب الكيو، بس طبعا الاي الراجل مديها لك ب 9.65 امبير، والتي بخمس ساعات ما بيشتغلش بالساعه، فنضربها في 60 في 60 عشان تبقى بالسكندز، يبقى 5 في 60 تايم 60 هتطلع بحوالي 18000 سكند. كده انت معاك الاي ومعاك التي، تعرف تحسب مين؟ اعرف احسب الكيو، وبناء عليها هتبقى الكيو بتساوي اي في تي. الاي ب 965 والتي ب 18000، تقدر انها تحسب الكيو يبقى 18000 في 9.65، فتطلع لك ان الكيو ب 17,3700 كولوم، وده الرقم بتاع الكيو. هحط الكيو هنا خلاص معايا 173700 كولوم، كده معايا الكيو. محتاج بس الايكويفالنت ماس، وهو طبعا اتوميك ماس على الفالنسي. عشان تحسب الماس برسبتيت انت محتاج كده الايكويفالنت ماس، وطبعا الاتوميك ماس بتاعه الكلورين طول عمرها معروفه، الكلورين ب 35.5. وطبعا اسئله اوبن بوك تقدر تجيب وزن الكلورين من البريودك تيبل عادي جدا. وطبعا الكلورين اتوميك ماس ب 35.5 على الفالنسي اللي هي ب 1، كده تقدر تحسب الماس برسبتيت بكام. فهنحسب الماس برسبتيت يبقى 173700 ملتبلاي 35.5 ديفايد 96500، فيطلع ان الماس برسبتيت ب 63.9 جرام. كده جبنا الايه؟ الماس برسبتيت بتاع الكلورين، او الوزن اللي هيطلع بتاع الكلورين. هو بقى مش عايز الماس، هو عايز الفوليوم. فالفوليوم هيساوي النمبر اوف مولز ملتبلاي 22.4 لترز. نجيب الاول النمبر اوف مولز بتاعه الكلورين اللي هي هتساوي ماس على مولر ماس. طب بالراحه بقى عليا، الماس انت حسبته ب 63.9 على المولر ماس، طبعا هي Cl2. الكلورين الواحده احنا عارفين هي بكام، بس طبعا الكلورينتين اللي هم ال Cl2 جاز هيبقى 35.5 في 2. من هنا تقسم الرقم ده على 35.5 في 2، فيطلع ان عدد المولز اللي عند حضرتك هي حوالي 0.9 مول. تاخد الرقم ده تعوض بيه، يبقى 0.9 في 22.4 يطلع لحضرتك انه الفوليوم ب 20.16، اللي هي الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. وبكده يبقى حسبنا مساله رقم 5. نيجي لمساله رقم 6. فمساله 6 بيقول لحضرتك a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current 1.5 امبير. The mass of copper deposited، ومديك الاتوميك ماس بتاع الكوبر بكام. طيب خلي بالك، انت عشان تحسب الماس برسبتيت هتشتغل بالكروس مالتيبليكيشن. مساله عبيطه جدا، 1 فاراداي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج لك حاجه اسمها الايكويفالنت ماس. فلو حضرتك هتغير كميه الفارادايز هيتغير معاها الكيو كولوم، وهيتغير معاها الوزن اللي هيترسب. هو الراجل مشكورا عايز الوزن اللي هيترسب قد ايه، والراجل مديك الاي ومديك التي، مديك الاثنين بكام. فانت لو معاك الاي ب 1.5 امبير ومعاك التي بحوالي 10 دقائق، اضربها في 60 طبعا عشان تجيب السكندز، فمعاك اي في تي تجيب الكيو، الكيو بتساوي اي في تي، يبقى ساعتها 1.5 ملتبلاي 600، يبقى 1.5 تايم 600 تطلع ب 900 كولوم. كده احنا معانا كيو بكام. بعد ما ساعدتك جبت الكيو، هو بقى عايز الماس برسبتيت، فبالتالي لازم تحسب الايكويفالنت ماس اللي هو اتوميك ماس على الفالنسي. اتوميك ماس ب 63.5، والفالنسي الراجل مديها لك كانت ب 2، فساعتها 63.5 على 2 يطلع لحضرتك ب 31.75. تعمل بقى كروس مالتيبليكيشن تجيب الماس برسبتيت بكام. يبقى 900 في 31.75 ديفايدد 96500، فيطلع لحضرتك ب 0.2961
اللي هي هتطلع أقرب إجابة ليها في الإجابات اللي عند حضرتك هي الإجابة بي. بي هي أقرب إجابة ليها 0.29، دي أقرب إجابة ليها تقدر حضرتك تستخدمها. هي الإجابة الفعلية طالعة 0.2961، أقرب واحدة ليها بالأبروكسيميشن هي ممكن تبقى الإجابة بي، هي الإجابة الصحيحة. سؤال 7 بيقول لحضرتك one faraday of electricity is passed through molten aluminium oxide و aqueous solution of copper sulfate و molten NaCl taken in three different electrolytic cells are connected in series. يعني نفس الكيو معدية عليها اللي هي طبعا ايه ال one faraday. بيقول لك the mole ratio ما بين الألمنيوم والكوبر والصوديوم، بيقول لحضرتك كمية المولز والريشيو ما بينهم اللي هيترسبوا هيبقوا كام لكام لكام. طيب الأول بس احنا ممكن نجيب الـ equivalent mass ratio اللي هي كانت بتقول الـ equivalent mass هي atomic mass على الـ valency، ده لو هو عايز الـ mass ratio. إنما هو عايز الـ mole ratio، يعني ممكن تعتبر إن الـ atomic mass ده هو الـ 1 mole نظرا لأن الـ atomic mass فعلا هو الـ 1 mole of metal. فبالتالي الـ 1 mole of aluminium على الـ valency بتاعت الألمنيوم اللي هي بـ 3، وال 1 مول اوف كوبر على الفالنس بتاعت الكوبر اللي هي ب 2، وال 1 مول اوف صوديوم على الفالنس بتاعت الصوديوم اللي هي ب 1. يبقى احنا كده جبنا المول ريشيو ما بين الثلاثه، بس احنا عايزينها ارقام نيوميريكال باعتبار ان هو عايز ارقام صحيحه مش عايز فراكشنز. طيب عشان نتخلص من الفراكشنز هنعمل ايه؟ اولا عشان تتخلص من 3 في الدينومينيتور او 2 في الدينومينيتور لازم تضرب الايكويشن كلها او الريشيو كلها في 3 وفي 2. فنيجي الاول نضربها في 3، الريشيو كلها لو ضربناها في 3 ايه اللي هيحصل؟ ساعتها يبقى هنا 3 ملتبلاي 1، يعني 3 هتروح مع 3 تبقى 1، وهنا هنضربها في 3 هيبقى 3 على 2، وهنا هنضربها ب 3 هتبقى 3 على 1، صح؟ كده طيرنا 3، عايزين بقى نطير ال 2 كمان، فهنعمل ريشيو كمان ملتبلاي 2، يبقى ساعتها ال 1 دي هتبقى ملتبلاي 2 هتبقى 2، وال هنا هنضربها برضو في 2، فيبقى ال 2 تروح مع ال 2 يتبقى 3، وهنضرب دي في 2 يعني هتبقى 2 multiply 3 اللي هي 6 على 1. يبقى كده المحصلة النهائية هتبقى 2 على 3 على 6، فبالتالي الريشيو في النهاية هتبقى 2 to 3 to 6 باعتبار ان الريشيو كانت 1 على 3 ل 1 على 2 ل 1 على 1 باعتبار الفالنس بتاعت التلاتة. طبعا ده الألمنيوم وده الكوبر وده الصوديوم. فانت لو عايز الريشيو بقى بصوره نيوميريكال فاتفقنا هنضرب الريشيو كلها مره في 2 وبعدين نضربها كلها مره في 3، فبالتالي هتطلع المحصله النهائيه هتبقى 2 2 3 2 6، ودي هتبقى الريشيو النهائيه اللي هي الاجابه A. بعد كده في سؤال 8 بيقول لحضرتك في سؤال 8 0.2964 جرام اوف كوبر was deposited on passage of current 0.5 ampere. عدى لمدة 30 دقيقة through a solution of copper sulfate. Calculate the oxidation state of copper وفي حين الاتوميك ماس بقد كذا. على فكرة كلمة oxidation state معناها valency، الاتنين زي بعض بالظبط. طيب عايز يعرف الفالنسي بكام؟ طب ما انت عارف ان ال 1 فاراداي بتطلع 96500 كولوم وبتخرج لك حاجة اسمها الايكويفالنت ماس. فعشان حضرتك هتغير الاكس فاراديز وهيتغير الكيو كولوم فهيتغير معاك الماس برسبتيت. الراجل كتر خيره مديك الماس برسبتيت اللي هو ب 0.2964 ومديك الكيو اللي هي اي وفي تي، فطبعا اي في تي اللي هي 0.5 ملتبلاي 30 في 60 عشان احولها بالسكند. كده كل حاجه معايا، من هنا اقدر احسب الايكويفالنت ماس بكام. فساعتها 0.29 64 multiply 96500 divide 0.5 times 30 times 60 فيطلع عند حضرتك ال equivalent mass ب 31.78. ده كده ال equivalent mass. طب ما انت عارف ان ال equivalent mass بيساوي atomic mass على ال valency، وانت كتر خيرك مدينك ال atomic mass بكام؟ ب 63.5، وتقدر ساعتها تجيب الفالنسي فتبدل دي مع دي تطلع الفالنسي بكام. يبقى ساعتها الفالنسي هتطلع بتساوي 63.5 على
31.78 يبقى ساعتها 63.5 على 31.78، فهتطلع الإجابة 1.99 اللي هي approximately يعني بتساوي 2، فساعتها الفالنسي هتبقى ب 2 اللي هي الإجابة B. وبكده سؤال 8 إجابة فيه إجابة B. نيجي بعد كده لسؤال 9، بيقول لحضرتك chromium metal can be plated out from an acidic solution with a solution containing CrO3. والسوليوشن ده على فكرة شكله غريب، CrO3 ماشي، تعال نشوف ليه شكله غريب. بيقولك according to the following equation الاتوميك ويت اوف كروميوم، الاتوميك ماس يعني اوف كروميوم ب 52. الراجل مديك الايكويشن اللي حصلت، بيقولك how many gram of chromium will be plated by كذا كولوم. طيب اولا احنا عايزين نعرف بس الفالنسي بتاعت الكروميوم عشان في حاجه شكلها غريب. طبعا انت عارف ان الكروميوم الفالنسي بتاعتها هنجيبها من الكومباوند او من الايكويشن، ولكن الكومباوند شكله غريب. المفروض يعني ان الاكسجين الفالنسي بتاعتها 2، فواضح كده ان في حاجه غريبه لان الاكسجين ما تبدلتش مع الكروميوم، فواضح ان في زي سبيشال كيس او في حاجه هنا لازم تاخد بالك منها. لو انا جيت لحضرتك وقلت لك ان ادي السي ار او 3 وعايزين نعرف السي ار دي فالنسي كام، فلو تفتكروا زي زمان في تشابتر 1 كنا بنجيب الاكسديشن نمبر بتاع الكروميوم، التوتال ده كان بزيرو، وكنا بنحسب السي ار فنسميها مثلا اكس. الاكسجين الواحده دايما بتجين 2 فهم 3، الواحده بتجين 2 يعني نيجاتيف 2 هم 3 يبقوا نيجاتيف 6، يبقى ساعتها الاكس بتساوي بوزيتيف 6، يبقى كده الكروميوم فالنسي 6. واللي ياكد لك ده كمان ان الكروميوم هنا لما حصل لها رياكشن خدت 6 الكترونز في الايكويشن، فبالتالي ال 6 الكترونز دول هم الفالنسي، نظرا لان الكروميوم هنا واقفه لوحدها فتبقى مثلا بزيرو، وهنا الكروميوم زي ما حسبناها لقيناها بوزيتيف 6، وبناء عليه يبقى كده الفرق ما بين الرقمين 6 يبقى الفالنسي في 6. طيب يبقى انت عندك ال 1 فرادي بيطلع 96500 كولوم، بيخرج لحضرتك الايكويفالنت ماس. وطبعا كالعاده لو ساعدتك غيرت كميه الفارادايز هيتغير معاك الكيو كولوم وهيتغير معاك الماس برسبتيت، وبناء عليه يبقى انت عند حضرتك هنا الكيو ب 22400 والايكويفالنت ماس معانا اللي هو اتوميك ماس 52 على الفالنس اللي هي ب 6، وبعدين عايزين الماس برسبتيت بكام، فساعدتك هتعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 22400 مالتبلاي 52 ديفايدد 6 ديفايدد 96500، فهيطلع ان الرقم 2.0117، 2 ان الماس برسبتيت هيساوي 2.0117 جرام، فاقرب رقم فيهم بالابروكسيميشن هو يبقى الرقم بي، هو بس ده كان ناقصه زيرو هنا، هنا هو كده كان فيه زيرو مفقوده، فبالتالي 2.016 دي اقرب اجابه ليها، فبالتالي دي تبقى الاجابه الصحيحه هي الاجابه بي. نيجي بعد كده لسؤال 10، بيقول لك the density of copper، والراجل مديك ال density. find the quantity of electricity، الراجل عايز يعرف ال quantity of electricity كمية الكهرباء needed to plate an area، والراجل مديك ال area بقد كذا، وال thickness ب 10 power 22 سنتيمتر، دي مستحيل معلش يا شباب هي 10 power negative 2 بس كده، هي دي كده ال thickness أو ال height using copper sulfate as electrolyte. بيقول لك ان الاتوميك ماس بتاع الكوبر بيساوي قد كذا. طيب انت الاول معاك السيكنس اللي هي الهايت ومعاك الاريا، تعرف تجيب الفوليوم، نظرا لان الفوليوم هي كانت بتساوي لينث في ويث في هايت اللي هي يعني اريا في هايت، فساعتها هيبقى 10 في 10 في 10 باور نيجاتيف 2، يبقى ساعتها 10 في 10 في 10 باور نيجاتيف 2 فتطلع الاجابه ب 1، يبقى كده الفوليوم ب 1 سنتيمتر كيوب خلاص. والراجل مديك الدنستي فنجيب الماس، نظرا لان الدنستي بتساوي لحضرتك ماس على فوليوم، وبناء عليه انت معاك الدنستي بكام ومعاك الفوليوم بكام تعرف تجيب الماس، فساعتها الدنستي الراجل مديها لك ب 8.94، الماس انا مش عارفه انما الفوليوم معروف ب 1، فساعتها ان الماس هتطلع بتساوي 8.94 جرام،
وبكده جبنا الماس بتساوي كام. هو بقى عايز الكيو. طب ما حضرتك عارف ان الوان فاراداي بيطلع لحضرتك 96500 وبيخرج لك الايكويفالنت ماس. يبقى حضرتك لو غيرت الاكس فارادايز هتتغير معاها الكيو، يتغير معاها الماس برسبتيت. بالراحه بقى معايا، هو الراجل اداك او انت حسبت الماس برسبتيت بكام؟ 8.94. والايكويفالنت ماس تقدر تحسبه عادي لان هو اتوميك ماس على فالنسي 36.6 على 2، الفالنسي بتوعه بتاعت الكوبر، ومن هنا تقدر تحسب الكيوب كام. فساعتها هتبقى 8.94 multiply 96500 divided 63.6 divided 2. فيطلع عند حضرتك الإجابة الصحيحة هي إن الكمية الكيو اللي أنت محتاجها هي بتساوي 27129.2 كولوم، اللي هي تبقى الإجابة إيه هي الإجابة الصحيحة اللي هي 2.7 times 10 power 4 نظرا للبراكت أو الابروكسيميشن اللي ممكن يحصل، فتطلع 2.7 times 10 power 4 بالمنظر ده. فدي هتبقى الإجابة الصحيحة في سؤال 10، هي الإجابة إيه. بعدين نيجي في سؤال 11، بيقول لحضرتك during electroplating process of a metal jug the mass of anode is A والماس of jug is A. طبعا كنا متفقين ان وزن الانود هيقل، انما وزن الجج او الحاجة اللي هتدهن هو اللي بيزيد، فبالتالي الاجابة A تبقى الاجابة الصحيحة. سؤال 12 بيقول لحضرتك in electroplating a jug surface with silver the rod of this metal connected to، وانت بتعمل electroplating للجج الرود بتاع المتل اللي انت بتدهن بيه بيتوصل بايه؟ طبعا الرود بتاع المتل بيتوصل بيه الانود، اللي هي الاجابه A. سؤال 13 بيقول لك at extraction of aluminium a rod of A must be replaced by at a regular interval of time، طبعا الرود of carbon هو اللي بيتغير من فتره للتانيه. 14 بيقول لك ال core parts which are manufactured from steel electroplated by chromium، الاجزاء بتاعت العربيات بتدهن بيه الكروميوم عشان ما تصديش. 15 in extraction of aluminium the substance which is used to save energy، الحاجة اللي بتوفر في الطاقة هو الفلوروسبار عشان بيقلل الميلتنج بوينت. سؤال 16 بيقول لحضرتك in the electrolytic cell of bauxite aluminium oxide exists in a form of A and the extracted aluminium come out in the form of A. طبعا جوه الالكترولايتيك سيل بتاعة البوكسايت الالومنيوم اوكسايد بيبقى مولتن، والايرن اللي بيخرج والالومنيوم اسف اللي بيخرج برضه بيبقى مولتن نتيجة ان هو بيسيح جوه مع الكريولايت وبعدين يخرج لك الومنيوم بيور. سؤال 17 بيقول لحضرتك during the purification process of metal as impure copper metal the impurities of silver and gold are difficult to be oxidized as they are، هما ليه بيبقى صعب عليهم يحصل لهم اوكسيديشن؟ لان هما عندهم low oxidation potential، فبالتالي هما بيكونوا تحت الهيدروجين وعندهم low oxidation potential، فبالتالي هما above hydrogen لا، has high oxidation لا، expensive metal ملهاش علاقة، has high reduction potential اه طبعا، ما هما لو عندهم low oxidation يبقى عندهم high reduction، فبالتالي الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة، وبالتالي high reduction هي بالظبط low oxidation. نيجي بعد كده للسؤال 18. في السؤال 18 بيقول لحضرتك In plating a metallic object by using a pure gold rod immersed in a solution of gold 3 chloride which of the following represent what occur to the mass of the anode and the reaction at cathode. طيب احنا الاول بس الوزن بتاع الانود، هو احنا بندهن دايما وزن الانود بيقل صح كده، فبالتالي هنختار الاجابه الوحيده اللي فيها وزن الانود بيقل اللي هي الاجابه B مفيش غيرها، لان لازم وزن الانود هيقل مع حضرتك وطبعا الرياكشن، فبالتالي الايو هيجين الالكترون عند الكاثود لان عند الكاثود بيحصل عمليه جيننج، فدي تبقى الاجابه الصحيحه. بعد كده نيجي لسؤال 19 اسف، بيقول لك fill in the blank the high temperature inside electrolytic cells cause the A anode to reach with A forming a waste gas to react with A اسف. طيب هو الانود بتاع الالكترولايتيك سيل بتاع الالومنيوم كان الانود معمول من الكربون وبيتفاعل مع الاكسجين فورمينج ويستنج جاز، يبقى هنا معلش هنختار في 19 الاجابه بي لانه
during the high temperature inside the electrolytic cell ده كانت موجود في الاكستراكشن اوف الومنيوم اللي هي كانت عند حوالي 950 درجة حرارة. فبالتالي كان عند الانود ده كان مصنوع من الكربون وكان بيتفاعل مع الاكسجين عشان يطلع الويست جازز اللي هم كانوا الكربون دايوكسيد والكربون مونو اوكسيد. بعدين نيجي لسؤال 20. في سؤال 20 بيقول لحضرتك aluminium is commonly extracted by the electrolysis of aluminium oxide اللي هو البوكسايد طبعا. Before it can be electrolyzed the aluminium oxide must be molten لازم يبقى سايح. بعدين بيقول لحضرتك however aluminium oxide has a melting point over 2000 degree centigrade which is very expensive to maintain. What is added to lower the melting point of aluminium before electrolysis؟ طبعا بنحط الفلوروسبار عشان يقلل لحضرتك الميلتنج بوينت، ولكن في الاول وفي الاخر انت عشان تحط الفلوروسبار بيقلل لك الميلتنج بوينت، وكمان الكيريولايت اللي هو بيسيحه ده برضو هيقلل معاك الميلتنج بوينت شويه، فبالتالي الكيريولايت هيسيحه فهيساعدك في الحراره اللي انت هتستخدمها ويسهل لك عمليه الحراره اللي بتستخدم. بعدين في سؤال 21 بيقول لحضرتك what is the chemical formula for the cariolite used in the electrolysis of aluminium. ايه هي الفورمولا بتاعت الكيريولايت اللي بيستخدم في عمليه الالومنيوم؟ هو كان Na3AlF6 اللي هي الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. بعدين في 22 بيقول لحضرتك which of the following would be the best choice of starting material for the production of a large quantity of oxygen of by electrolysis. عايزين نطلع كميه كبيره من الاكسجين عن طريق عمليه الالكتروليسيس، مين يبقى احسن اختيار؟ هل هو الكربون دايوكسيد؟ لا، الكربون دايوكسيد اصلا ده جاز. ميتال سلفيت؟ لا، السلفيت ده هيفضل في صوره سلفيت. اما الميتال اوكسيد اعتقد الميتال اوكسيد هي احسن حاجه نظرا لان الميتال هيطلع في ناحيه والاكسجين يطلع في ناحيه، اما بقى الكربونات والهيدروكسيد والحاجات دي كلها مش هتطلع بيور اكسجين من ناحيه من الاثنين. نيجي بعد كده لسؤال 23 بيقول لحضرتك A student electroplate a key by copper. بيدهن الكي ده بنحاس بكوبر. What aqueous solution and the electrode would be the best choice for this experiment. هو لازم يستخدم solution من الكوبر ولازم يستخدم عمود من الكوبر، فبالتالي احسن اجابه تبقى الاجابه دي اللي هو solution من الكوبر وبرضه يستخدم عمود من الكوبر. نيجي بعد كده لسؤال 24. في 24 بيقول لحضرتك A diagram shows a purification of copper. يعني العملية اللي تحصل قدامك دي عملية ال purification of ايه؟ of copper. What are the correct label for this experiment؟ ما تنساش بقى ان هو قايل لك ان ده الانود وان قايل لك ان ده ايه؟ ده الكاثود. فلو تفتكر احنا كنا دايما بنجيب ال impure copper نحطه عند الانود. يعني اعتقد C اللي هو ده هيبقى ال impure copper. وبعدين A اللي بنحطه عند الكاثود ده pure copper. والسوليوشن بتاع B ده copper sulfate. فبالتالي هنختار احسن اجابه هي الاجابه دي انه هيبقى بيور كوبر وكوبر سلفيت سوليوشن وامبيور كوبر الكترود عند سي. فبالتالي بالترتيب كده A وبعدين B وبعدين C ده هيبقى البيور وده هيبقى السوليوشن وده هيبقى الامبيور كوبر. نيجي بعد كده لسؤال 25 بيقول لحضرتك الكتروبليتنج steel with tin is one way to prevent the steel from rusting. بندهن الستيل بالتن عشان نحميه من الرست. ماشي. Which setup of the equipment would ensure the correct results. احنا عشان ندهن حاجه زي ما اتفقنا بنوصل الحاجه اللي احنا عايزين ندهنها عند الكاثود ونحط الحاجه اللي احنا هندهن بيها عند الانود ونحط الاثنين في نفس السوليوشن اللي احنا هندهن بيه. فبالتالي احسن اجابه في الاجابات دي كلها هي الاجابه دي. بص بقى تعالى اقراها كده بالراحه. بيقول لحضرتك الانود هيتعمل من التن اللي هو الحاجه احنا هندهن بيها والكاثود البيس اوف ستيل وي وونت تو بليت عايزين ندهنها والالكترولايت هو اكويا سوليوشن من التن وبالتالي هيبقى كده العمليه بتاعت الالكتروبليتنج تحصل بنجاح. نيجي بعد كده لسؤال 26 بيقول لحضرتك وات از ذا كوركت اكسبيرمنتال سيت اب تو انشور ذا سبون از الكتروبليتد وذ سيلفر. انت عايز تدهنها بالسيلفر. طيب اولا احنا عايزين نشوف السبون. هنا اعتقد السبون مرميه في الليكويد وده مش صح وهنا السبون مرميه في الليكويد وده برده مش صح وهنا السبون اصلا متوصله بالسلكتين وده برده مش صح. فاعتقد الاجابه الصحيحه هي دي يا اي. طيب تعالى نشوف انهي اجابه الاصح. احنا اتفقنا الحاجه اللي احنا هندهنها هنحطها عند الكاثود والحاجه اللي هندهن بيها نحطها عند الانود. فاعتقد اصح اجابه هي الاجابه اي هي دي ادق اكسبيرمنت وادق سيت اب ممكن تدهن لك الطبقه بتاعه
الكي اللي انت عايزه او السبون اللي انت عايزه. نيجي بعد كده لسؤال 27، بيقول لك في 27 a student would like to electroplate a steel spoon with copper، عايز يدهنها بايه؟ بكوبر. What description of the apparatus would result in successful experiment؟ نفس الفكره بالظبط اللي لسه كنا بنتكلم فيها، ايه احسن سيت اب هيحصل؟ فبالتالي هتلاقي ان ايه هو احسن سيت اب هيحصل. ليه؟ تعالى نقرا كده مع بعض. بيقول لك هيستخدم كوبر سلفيت از الكترولايت، منطقي. السبون هتتحط عند الكاثود، منطقي. وهيستخدم كوبر رود عند الانود، وده الكلام المظبوط. بعد كده سؤال 28 بيقول لك a metal cutlery اللي هي سكينه يعني can be coated with silver، ممكن ندهنها بطبقه من السيلفر. Which of the following not a reason، ما يعتبرش سبب عشان نعمل عمليه الالكتروبليتنج. طيب تعال نشوف ايه من دول ما يعتبرش سبب لعمليه الالكتروبليتنج. اولا enhancing the appearance of cutlery، نحسن شكل الكالتري، لا طبعا هنحسن شكلها بعمليه الالكتروبليتنج. Reducing the weight، لا طبعا وزنها مش هيخف، ده وزنها هيزيد، فبالتالي الاجابات الباقيه كلها تعتبر صحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 29، بيقول لحضرتك all of the following oxidation reaction occur at the positive electrode during the purification of copper، كل الحاجات الاتيه بتحصل عند البوزيتيف الكترود نتيجه او اثناء عمليه البيوريفيكيشن ما عدا حاجه. طبعا احنا اتفقنا ان الزنك بيحصل له اوكسيديشن والايرن اوكسيديشن والكوبر اوكسيديشن، انما مستحيل السيلفر ولا الجولد يحصل لهم اوكسيديشن، فبالتالي مستحيل الاجابه بي هي اللي هتحصل، مستحيل بي دي تتكون اصلا جوه البيكر. 30 بيقول لحضرتك في سؤال 30 to increase the economic value of a steel ring it can be covered with a layer of with a silver layer in an electroplating process in which we use A in an electrolyte of A. طيب انت عشان تدهن ستيل رينج وعايز تدهنه بالسيلفر، فلازم هتستخدم A in electrolyte of A. اولا انا لازم استخدم سيلفر رود عند الانود وسوليوشن من السيلفر، فبالتالي الاجابه الصحيحه هي الاجابه دي، لازم تستخدم سيلفر انود وسوليوشن مثلا من السيلفر نايتريت. نيجي بعد كده للسؤال 31، يقول لك which of the following is true about the electroplating process، مين من الحاجات الاتيه تعتبر صح عن عمليه الالكتروبليتنج. يقول لك it is a process in which a thin layer of a high value metal is formed on a surface of a cheap metal. اه طبعا احنا بندهن اي معدن حقير رخيص بمعدن تاني غالي بطبقه منه. نيجي بعد كده للسؤال 32، يقول لك during the purification process of copper using the electrolysis technique there are many oxidation reduction reactions that occur at both anode and the cathode. Which of the following equation represents the reduction reaction that occur at the cathode؟ الحاجة اللي بتحصل عند الريدكشن أو الوحيدة اللي بيحصل لها ريدكشن في التفاعلات دي هي مين؟ طبعا الريدكشن ما كانش بيحصل غير للكوبر فقط لا غير، وبناء عليه في 32 الإجابة C هي الإجابة الصحيحة. بعدين نيجي للسؤال 33، في 33 بيقول لحضرتك purification of copper after extracting it from its ore is a single process that has many benefits. The following are some of these benefits except increasing the ability of copper to conduct electricity، كلام منطقي جدا جدا. Increasing the hardness of copper، لا طبعا انت لما تشيل منه الimpurities وتشيل منه المعادن بقى الايرن والحاجات التانية كتير، ساعتها الhardness بتاع الكوبر هيضعف تماما لانه هيبقى copper pure، والcopper pure طبعا بيبقى ضعيف تقدر انت تتنيه وتشكله زي ما انت عايز. وبقية الحاجات كلها حاجات صحيحة. نيجي بعد كده للسؤال 34، في 34 بيقول لحضرتك a student failed to carry out an experiment of electroplating a metallic key with copper successively. Which of the following may have caused the failure of the experiment؟ ايه في الحاجات الآتية يعتبر غلط في اللي هو عمله عشان التجربة ما تحصلش؟ تعال نقرأ كده الحاجات اللي هو عملها ونشوف ايه الحاجة الغلط. اول using a solution of hydrochloric acid as an electrolyte، ايه الازمه ان هو يستخدم سوليوشن في الهيدروكلوريك اسيد از الكترولايت؟ هو عايز يدهن بايه؟ عايز يدهن بكبر؟ لا ما ينفعش طبعا يستخدم سوليوشن من الهيدروكلوريك اسيد، لازم يستخدم سوليوشن من الكبر. وصل الكي تو ذا بوزيتيف الكترود اوف ذا الكتريك سورس، طبعا البوزيتيف الكترود ده اللي هو الانود، واحنا طبعا عشان ندهن بنوصل حاجه نهدينا عند الكاثود، ده كمان غلط. كونكتنج ذا كوبر الكترود تو ذا نيجاتيف الكترود، لا طبعا ما ينفعش نوصلها للنيجاتيف الكترود، فبالتالي يبقى كلهم غلط تماما. نيجي بعد كده لسؤال 35، يقول لك which of the following can be considered a benefit of electroplating، مين في دول يعتبر حاجة بنعملها عشان أو فايدة من فوائد عملية الالكتروبليتنج. Giving the metal a nice shiny appearance صح، Protecting the metal from corrosion صح، Raising the value of some cheap metal صح، فبالتالي all are correct، إجابة صحيحة جدا. 36، في 36 بيقول لحضرتك
Which of the following equation represents the oxidation reactions that occur at anode of purification of copper metal؟ واحنا بنعمل purification للكوبر، انهي reaction من دول حصلت عند الانود؟ اعتقد الزنك بيعمل لوز والكوبر بيعمل لوز والايرن بيعمل لوز، فكلهم يعتبروا صحيح تمام مليون في المية. بعدين سؤال 37 بيقول لك copper of 99% degree of purity contains zinc and iron, silver and gold impurities. The following figure show the purification process of copper. What are the element of mixture X؟ طبعا بيقول لك the following figure وما فيش figure مرسوم، فمعلش السؤال ده شباب مش هنحله نتيجة ان الفيجر بس ما طلعش فيه الطباعة، فبالتالي سعادتك مش تعرف ترسمه. نيجي بعد كده للسؤال 38. في سؤال 38 بيقول لك why are iron atom and zinc atom not deposited on the cathode of the copper purification cell؟ احنا اتفقنا ان الايرن والزنك مش هيحصل لهم ريدكشن نتيجه انهم عندهم low reduction potential، فبالتالي نختار الاجابه الصحيحه هي الاجابه C. Because the reduction potential of both iron and zinc are lower than the copper، اقل من الكوبر. So it's difficult to reduce them in the presence of copper ions. 39. في 39 بيقول لحضرتك كروميوم is used to electroplate steel which claim made by the following advertisement is incorrect. يعني مين من الحاجات الآتية في الإعلان تعتبر حاجة مش منطقية. Why buy tabs plated in chromium؟ أنت بتشتري كروميوم وبتشتري تابس حنفيات مدهونة بالكروميوم ليه؟ كروميوم كورودد ايزلي، دي طبعا الحاجه اللي ما تنفعش، طبعا مستحيل الكروميوم تبقى كورودد ايزلي، فبالتالي انا اكيد مش هشتريها لو هي بتصدي بسرعه، فبالتالي الجزء ده في الاعلان يعتبر غلط، فبالتالي ايزلي كوروجن اوف المنيوم دي هي الاجابه اللي تعتبر غير صحيحه، نظرا لان هو بيقول لك مين من الحاجات الاتيه تعتبر مش صح الاعلان. اما بقى امبروف الابيرنس والكروميوم از نوت اوكسيدايز وشايني ابيرنس بريفيرد ستيل فروم راستنج، كل دي حاجات منطقيه جدا لعمليه الالكترو بليتنج. نيجي بعد كده للسؤال 40. سؤال 40 بيقول لحضرتك what material is the anode used in whole Hurlot process for the extraction of aluminium made from؟ طبعا بيقول لك عملية استخراج الألمنيوم، وطبعا عملية استخراج الألمنيوم هي مش عليها اسمكم، ولكن في بنك المعرفة حاطط لك اسم العملية دي أو اسم المصنع ده أو اسم الجهاز ده بيسموه whole Hurlot process، نظرا للاثنين علماء اللي اكتشفوه اللي هم هول وهيرلوت، ولكن في الأول وفي الآخر هي extraction of aluminium، من استخراج معدن الألمنيوم. بتوصل مين عند الأنود؟ أنا عند الأنود بحط جرافايت، فبالتالي في سؤال 40 أختار الإجابة C هي الإجابة الصحيحة. بعدين في سؤال 41 بيقول لك which of the following reaction occur at the anode during the electrolysis of aluminium؟ أثناء عملية الإلكترولوسيس بتاعة الألمنيوم، إيه اللي بيحصل عند الأنود؟ طبعًا الأكسجين بيطلع في صورة أكسجين جاز، فبالتالي هنختار إن الأكسجين بيطلع في صورة أكسجين جاز اللي هي الإجابة الوحيدة الصحيحة هي الإجابة B. نظرا لان الاكسجين بيعمل لوز للالكترون بيفقد الالكترون بيطلع في صوره اكسجين جاز، بس طبعا هي هنا مش بالانس ولا حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر هو ده اللي هيطلع وهيبقى الاجابه الصحيحه. واحد يقول لي اللي فوق ليه ما تنفعش؟ عشان دي بيعمل جيننج فما تنفعش. هنا بقى بيقول لك ان الاكسجين اتوم بالتالي بتفقد الكترونز عشان تبقى اكسجين ايون، لا طبعا ما بيحصلش، انت عند الانود بيحصل عمليه اللوزنج من الايون نفسها عشان تحول الاكسجين جاز اللي بيطلع عند الانود، فدي اقرب اجابه للصح من اللي عندك في الكتاب. نيجي بعد كده لسؤال 42 بيقول لك what is the chemical compound of aluminium found in the greatest percentage in the ore used in extraction of aluminium؟ من الاخر بيقول لك مين في دول اللي نقدر نستخدمه في استخراج معدن الالومنيوم؟ طبعا بنستخدم الالومنيوم اوكسايد اللي هو البوكسايت عشان ده احسن واحد بيطلع لحضرتك كميه عاليه من الالومنيوم. سؤال 43 بيقول لك fill in the blank in the extraction of aluminium. The aluminium A are A because they are A electron. فبيقول لك الالومنيوم ايون are reduced they lose electron؟ لا طبعا، هو لو الايون هيحصل له ريدكشن فبالتالي يحصل له جين، فبالتالي دي غلط. طيب والاتوم اوكسيدايزد؟ لا طبعا هي بتبقى ايونز. طيب ايون از اوكسيدايزد؟ لا الالومنيوم ايون مش اوكسيدايزد. الاجابه الوحيده الصح هي الاجابه اي ان الالومنيوم ايون اللي هي الاي ال بوزيتيف 3 كانوا 2 فبياخدوا 6 الكترونز وبيحصل لهم جيننج يعني بيحصل لهم ريدكشن، وعشان يحصل لهم جيننج وريدكشن فبيتحولوا لاثنين الومنيوم اتوم بيرسبتيت بالمنظر ده. طيب نيجي بعد كده لسؤال 44 يقول لك which of the following is an ore of aluminium؟ طبعا البوكسايت هو الاور بتاع الالومنيوم. سؤال 45 بيقول لحضرتك
Given the content of the electrolytic cell used for extraction of aluminium, which of the following is unlikely to be a waste gas? مين من الحاجات الآتية ما تعتبرش waste gas؟ مين من الحاجات الآتية مش gases بتطلع من هذه الجهاز؟ طبعا هو يطلع منه أكسجين جاز وكربون مونوكسيد وكربون دايكسيد، إنما الهيدروجين دي ما بتطلعش من ال extraction of aluminium، دي ال unlikely ما بتطلعش أكيد الهيدروجين. سؤال 46 يقول لك which of the following reaction occur at the cathode during the electrolysis of aluminium. طبعا عند الكاثود بيحصل عملية الجينينج، فبالتالي هتلاقي ان الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة، نظرا لان الألومنيوم أيونز بتاخد الإلكترونز وتحول لألومنيوم أتوم. طبعا دي مش بالانسد، ولكن ده الاختيار الأقرب للصح. بعدين بيقول لحضرتك what temperature is used in whole Hurlot process extraction of aluminium. أنهي درجة من دول بيستخدموها في عملية الـ extraction of aluminium؟ طبعا هو المفروض ان درجة الحرارة المنطقية تبقى 2045، ولكن احنا بنقلل درجة الحرارة اكيد عشان توصل لحد 950. نيجي بعد كده في سؤال 48 بيقول لحضرتك في 48 which of the following is not a reason why cariolite is a part، مش سبب ان الكاريولايت part of a molten electrolyte in the extraction of aluminium. طيب تعال نشوف بقى ايه من دول ما يعتبرش سبب. الكاريولايت reduce the temperature، بصراحة هو بيسيح الألمنيوم وبالتالي أكيد هيهدي temperature شوية. كاريولايت increase the conductivity of the electrolyte، مليون في المية بسبب الأيونز بتاعته أكيد هيزود الconductivity. الكاريولايت reduce the working temperature of the electrolytic cell، أكيد هيقلل temperature بتاعة السل. الكاريولايت increase the amount of electricity used، ما اعتقدش ان الالكترولايت الكيريولايت ده بيزود كميه الكهرباء، ملوش علاقه بكميه الكهرباء، هو بيأثر الكهرباء بس مش هيزود كميه الكهرباء. اعتقد دي يعني اقرب اجابه. على فكره كل المعلومات دي معلومات من بنك المعرفه، هي غير مذكوره في كتاب المدرسه، ولكن حاجات زياده تبقى عارفها عشان لو سألت على حاجه زي كده تبقى سعادتك مستعد ليها. نيجي بعد كده لسؤال 49 يقول لك what substance is used to improve the reaction condition in the whole Hurlot process for extraction of aluminium. مين من الحاجات الآتية بتحسن الرياكشن أو بتحسن العملية اللي بتحصل في whole Hurlot اللي هي عملية extraction of aluminium؟ فطبعا اللي بيحسن ده هو الكيريولايت، احنا بنجيب بوكسايت نحطه في الكيريولايت، بقية الحاجات دي كلها ما بنستخدمهاش أصلا. سؤال 50 بيقول لحضرتك why must aluminium ore be melted before it's electrolyzed. ليه لازم نسيحه قبل ما نعمل له عملية الالكتروليسيس أو عملية الالكترولايت؟ عشان to ensure all impurities from the ore are removed. لا خالص. To evaporate any remaining waste water from the purification of the ore. ما لهاش علاقة في الوتر، ما لهاش فيها مية أصلا. To give the aluminium and the oxide ions the ability to move. طبعا لازم يخلي الالومنيوم ions والأكسيد ions يتحركوا عشان يقدر يفصلهم عن بعض، فعشان كده بنسيحهم ونعدي جواهم الكهرباء، فدي الإجابة الصحيحة. 51 بيقول لحضرتك why must the positive electrode often be replaced in whole Hurlot process used in the extraction of aluminium. طبعا البوزيتيف الكترود ده اللي هو الجرافايت رودز لازم نغيرها من فتره للتانيه في عمليه الهور هيرلوت اللي هي عمليه اكستراكشن اوف الومنيوم. ليه لازم يتغير بقى من فتره للتانيه؟ بيقول لك طبعا في سؤال 51 الاجابه الصحيحه هتلاقي اجابه اي، ذا الكترود بيرن اواي رياكتنج ويز هوت انود جازز اللي هي الاكسجين جاز بيتفاعل مع الجرافايت فبالتالي بيتاكل الالكترود. نيجي بعد كده لسؤال 52، في سؤال 52 بيقول لحضرتك ات الومنيوم سمالتنج بلانتس which of the following chemical is the aluminium ore purified into. هو الألومنيوم أور يا جماعة بيبقى عبارة عن إيه، أو بيتنقى في النهاية من إيه، أو بيتنقى في إيه؟ فطبعا هو في النهاية الألومنيوم أور هو البوكسايت، بيتنقى وبعدين يطلع بقى في صورة ألومنيوم عادي جدا. نيجي بعد كده لسؤال 53 يقول لك during the electrolysis process which two substance does alumina decompose into اللي هي الألومنيوم أوكسايد، يعني هيتقسم إلى إيه وإلى إيه؟ فطبعا في سؤال 53 بيتقسم الى الومنيوم ميتال والاكسجين جاز، وده اسمه الالومينا اللي هو الاي ال2 او 3. برضه ده سؤال من بنك المعرفه، تبقى سعادتك شايف المصطلحات الغريبه دي اللي هو البوكسايت، هو بيقولوا عليه الالومينا وبيقولوا عليه الالومنيوم 3 اوكسايد. بعدين نيجي لسؤال 54، في 54 بيقولوا حياتك the ore of the aluminium is often a red brown color. ore الالومنيوم ده عباره عن red brown color. When found in its native state, which chemical impurities are the reason behind this? اللي يخليه لونه red brown أو لونه أحمر. فبالتالي الإجابة الوحيدة الصحيحة هي الإجابة B، لأن أنت لو تفتكر إن الأيرون 3 أوكسايد ده هو الوحيد الحاجة اللي كان لونها أحمر، فبالتالي هو ده اللي خلى الأور يبقى لونه أحمر أو فيه impurities لونها أحمر. نيجي بعد كده لسؤال 55 بيقول لحضرتك
What is the name of the process used to purify الألمنيوم ore before it's ready to be electrolysis؟ مبدئيا السؤال ده شباب مش عليكم خالص ومش موجود اسم هذه التجربة في كتاب المدرسة، وبالتالي ما تحلهوش، كفاية كده معلومات زيادة، كل ده حاجات من بنك المعرفة. طيب تعال نشوف سؤال 56، يقول لحضرتك The extraction of aluminium uses a process named after two scientists. What is the name of the process؟ عملية استخراج معدن الألمنيوم هي بتبقى عبارة عن عملية اسمها عملية الهول هيرلوت، اللي هي الإجابة B هي الإجابة الصحيحة. طيب سؤال 57 بيقول لك Which of the following is not a common use of aluminium؟ مين من الحاجات الآتية ما تعتبرش use للألمنيوم؟ Permanent magnet هو عمر الألمنيوم مكان مغناطيس. انما تعال نشوف بقيه الاجابات. اوفر هيد الكتريستي كيبلز احنا بنستخدمها ساعات في الاسلاك الكهربائيه. ويندو اند دور فريمز طبعا. الكاتشن فويل طبعا بيعمول من الالومنيوم. الاير كرافتس الويز طبعا في الومنيوم الوي خدناه في تشابتر 1 بيكون بنصنع منه الاير كرافتس، وبالتالي الاجابه ايه هي الوحيده الاجابه الصحيحه. 58 بيقول لحضرتك What substance is most likely to be existing the electrolyte cell at the point B؟ هو دي تكاد تكون عمليه الاكستراكشن اوف الومنيوم. طبعا اللي بيخرج من هنا ده المولتن الومنيوم، واللي بيدخل هنا ده البوكسايت والكريولايت وكده، انما اللي بيطلع في صوره جاز هو الاكسجين جاز، ما فيش غيره يعني. فبالتالي الويست جازز اللي هي الاكسجين جاز او الكربون مونوكسيد او الكربون دايكسيد هي دي الجاز اللي بتطلع لفوق. سؤال 59 بيقول لك سيستم ان ويتش ا كيميكال رياكشن جنريت ا كرنت. رياكشن طلعت لك كرنت، طبعا هي الاناليتيك سيل، مفيش حاجه اسمها اناليتيك سيل، الكترولايت سيل لا دي بتعمل العكس، دانيال سيل طبعا هي دانيال سيل هي اللي بتعمل رياكشنز فبالتالي تطلع لك كهرباء. نيجي بعد كده لسؤال رقم 60 بيقول لحضرتك ذا بوتنشال ديفرنس اوف ا سيل اوف ا ميتال ام وين كونكتد تو ستاندرد هيدروجين الكترود. لو تفتكر بقى اللي تشي زمان طلع لك بيساوي بوزيتيف 0.23، يعني ام ده ببوزيتيف 0.23، وطبعا ما تنساش ان الهيدروجين نفسه كان بكام؟ كان بزيرو. بيقول لحضرتك طيب اول سؤال which pair of chemicals اللي هو ال M ولا ال H يعني والهيدروجين in the two respective half cell has the greatest potential difference. طبعا اللي عنده potential difference اكبر طبعا هو الهيدروجين standard بزيرو، انما الراجل ده طلع ب 0.23 فاكيد M هو اللي اعلى، فهنختار الاجابه B ان ال M مثل M مع الايونز M اكيد عنده potential اعلى. بيقول لك which equilibrium associated with these two cells would lie further on the left hand side. طبعا بيقول لك هيتحط on the left hand side ده على السيل diagram، left hand side للسيل diagram يعني يتحط على الشمال، ولو تفتكروا السيل diagram انت كنت بتحط على الشمال الانود وعلى اليمين بتحط مين؟ الكاثود. فاللي كان اعلى في الاكسيديشن واعلى في الرقم كان بيتحط على الشمال اللي هو الانود، فبالتالي اللي هيتحط على الشمال هو ام اللي هو الانود، فبالتالي الام هو اللي هيتحط على الشمال. نيجي بعد كده بيقول لحضرتك في 61 بيقول لك the metal iron is known to be more reactive than copper metal. ماشي الايرن reactive اكتر من الكوبر. when each metal is placed separately into a solution of its own ions creating a half cell the separate equilibrium or established solution shown in the following two equation. بيحصل هذه الايكويشن زي الراجل ده بيعمل جيم والراجل ده كمان بيعمل ايه؟ بيعمل جيم. طيب اول سؤال بيقول لحضرتك In which of the two equations does the equilibrium lie further to the right hand side؟ مين في دول هيكون on the right hand side؟ On the right hand side يعني يبقى كاثود، وطبعا لو الايرن more reactive than الكوبر فاكيد الكوبر هو اللي هيبقى كاثود، ففي سؤال 61 هنختار ان الكوبر هو اللي هيبقى على اليمين عشان يبقى كاثود زي ما قلت لحضراتكم. طيب في السؤال الثاني بيقول لك which of the half cell would show the biggest potential difference when compared to the standard hydrogen electrode. اكيد اللي هيدي رقم اعلى هو الانود، فاكيد هيبقى الاجابه الايرن هي اللي هيبقى انود لان هو عنده potential اعلى. نيجي بعد كده لسؤال 62 بيقول لحضرتك the following questions are concerned with the produced with the products formed at the electrode during the electrolysis of aluminium. Which product is formed at anode؟ هو عند الانود بيطلع مين؟ بيطلع عند حضرتك الهيدروجين الاكسجين جاز اللي هي الاجابه دي. طب مين بيطلع عند الكاثود؟ بيطلع الالومنيوم اللي هي برضو الاجابه دي. نيجي بعد كده لسؤال 63 بيقول لحضرتك the following process occurs spontaneously except كل الحاجات الاتيه بتحصل لوحدها ما عدا. فطبعا هو اللي عشان يحصل spontaneously لازم يكون ان المور رياكتيف بيحصل له اوكسيديشن والليس رياكتيف بيحصل له ريدكشن، فبالتالي هنا عندك الزنك بيعمل لوز، معلش كده ركز معايا، الزنك هنا بيعمل لوز
هو الهيدروجين هيعمل جين. طب ما هو الزنك اعلى من الهيدروجين، فبالطبيعي ان الزنك يعمل لوز والهيدروجين يعمل جين. هنا بقى بيقول لحضرتك انه الكوبر هو اللي هيعمل لوز والايرن هو اللي هيعمل جين. لا، انت لو تفتكروا في الجدول بتاع الاكتيف سيريز كان الايرن فوق وكان الكوبر تحت، فبديهي ان الايرن هو اللي هيبقى انود ويعمل لوز، انما الكوبر هو اللي هيعمل جين. فالرياكشن دي عمرها ما هتحصل سبونتينيوس، الرياكشن دي صعب جدا تحصل الا سعادتك لو اجبرتها على كده، لما هي مستحيل تحصل بالمنظر ده. فعشان كده الاجابه بي هي اللي مستحيل تحصل بالمنظر ده. نيجي بعد كده لسؤال 64. ف64 بيقول لحضرتك in the opposite diagram، بيقول لك cell 1 contain molten sodium chloride، يعني دي عندها molten sodium chloride، يعني sodium chloride سايح. وطبعا السوديوم كلورايد السايح ده يا شباب هيبقى عبارة عن، بص المولتن انا شرحت الكلام ده الفيديو اللي فات، هيبقى عبارة عن NaCl ما فيهوش اي ليكويد، هيطلع لحضرتك Na positive زائد Cl negative وشكرا على كده. انما في البيكر التانية ده في سيل 1، اما في سيل 2 هيطلع عند حضرتك سوديوم كلورايد سوليوشن، يعني ده بقى سوليوشن يعني سوديوم كلورايد مع ميه، فساعتها ال NaCl لما هيتحط هيطلع Na positive برضو زائد Cl negative، بس معاه H positive ومعاه OH negative نتيجة الووتر بتاعت السوليوشن، نظرا لان السوليوشن ده اكيد مصنوع منين؟ من ميه. طيب بيقول لحضرتك بقى an electrolysis process is made from both of them. The substance formed at the electrode XYZLRA. طب ركز بقى معايا كده واحدة واحدة بالله عليك. بص يا ريس، أولا أنت عندك البطارية دي هي الجزء البوزيتيف والقصيرة دي هي الجزء الإيه؟ النيجاتيف. يعني واضح إن إكس ده هو البوزيتيف وإن الـ L ده هو النيجاتيف وأكيد الـ Z ده هيبقى بوزيتيف وأكيد الـ Y ده هيبقى نيجاتيف. ده كده مبدئي. طيب إحنا عايزين مين هيجري على إيه؟ طيب تعالى في السنة الأولانية دي ما فيهاش فصال، أكيد الـ N إيه؟ البوزيتيف هتجري على الـ Y، دي ما فيهاش أي فصال، مفيش غيرها أصلا. والـ Cl النيجاتيف أكيد هتجري على إكس، فدي كده حاجة إيه؟ منتهية. اما بقى تعالى على اللي تحت، انت عندك بقى ال Na البوزيتيف والسي ال النيجاتيف ومعاهم H و OH صح كده؟ فتعالى بقى بالراحه كده واحده واحده عليا بعد اذنك. نيجي اولا هيقول لحضرتك انت عندك ال Na بوزيتيف وال H بوزيتيف، المفروض ان الاثنين دول هيجروا على الكاثود النيجاتيف، وطالما كاثود يعني يحصل لهم ريدكشن، مين فيهم اعلى في الريدكشن؟ اللي اعلى في الريدكشن هو الهيدروجين، يبقى الهيدروجين يا جماعه هو اللي هيسبق الصوديوم ويروح على الريدكشن، يبقى هنا اهو هيطلع هيدروجين وهو اللي هيحصل له عمليه الريدكشن، وبالتالي هيطلع الهيدروجين عند ال. اما بالنسبه للسي ال مع الاو اتش، السي ال على فكره بتبقى اقوى كتير من الاو اتش في عمليه الريدكشن، وبالتالي عمليه اسف الاوكسيديشن، وبالتالي هيبقى السي ال هي اللي هتطلع اقوى من الاو اتش، وبالتالي السي ال هي اللي هتطلع عند زد. وبكده يبقى سعادتك عرفت كل حاجه هتطلع فين بالظبط. يبقى كده هنختار انه ال ان اي هتطلع عند واي والسي ال هتطلع عند اكس، وبعدين ال H هتطلع عند ال L، وبعدين ال Cl تطلع عند Z، وبالتالي هنختار انه ال X هتبقى Cl جاز وال Y هيبقى Na مثل فعلا، وال Z هيبقى كلورين جاز، وبعدين هيبقى ال L هيبقى الهيدروجين جاز، اللي هي الإجابة إيه؟ هي أصح إجابة فيهم كلهم. ففي سؤال 64 الإجابة إيه؟ هي الإجابة الصحيحة. وطبعا السؤال ده تحله بمساعدة الـ EMF أو الإلكتروموتيف سيريس اللي هو الجدول بتاع الأرقام. بعدين بيقول لحضرتك في سؤال 65، في 65 بيقول لحضرتك to plate iron with a layer of silver، عشان تدهن iron بطبقة من السيلفر، we passed نص فاراداي in aqueous solution of silver nitrate يعني الفالنسي بوند. الاريا اللي عند حضرتك ب 75 سنتيمتر سكوير، if you know the density of silver، والراجل مديك الدنسي بتاعت السيلفر ومديك atomic mass of silver، عايز يعرف السيكنس بتاعت الطبقة اللي اترسلت. طيب الاول بس احنا هنجيب الوزن وبعدين نبقى نجيب منه الفوليوم وبعدين نجيب السيكنس. يبقى الاول ان الوان فارادي بيطلع 96500 كولوم ويطلع لحضرتك الاكويفالنت ماس، ومن هنا لو حضرتك جبت الاكس فاراديز هتجيب سعادتك الكيو كولوم وهتطلع سعادتك الماس برسبتيت. بالراحه بقى عليا، انت عندك نص فارادي اللي هو 0.5 فارادي، وعند حضرتك انه
الوزن اللي اترسب عايزين لسه نحسبه، وبعدين الايكويفالنت ماس هو اتوميك ماس على الفالنسي اللي هو 108 على 1. كده نعرف نجيب الماس برسبتيد بكام، وهنعمل كروس مالتيبليكيشن ما بين الجزء الاولاني والجزء الاخراني زي ما شرحنا الحصه اللي فاتت. يبقى 0.5 مالتبلاي 108 على 1 هيطلع ان الماس برسبتيد ب 45 54 اسف جرام. كده جبت الماس برسبتيد. انت بقى سعادتك مشكورا، مدينك الاريا اللي هتدهن ب 75 سنتيمتر سكوير، ومدين لحضرتك الدنستي كمان ب 26.4 جرام بير سنتيمتر كيوب. طيب الاول بس انت عارف سعادتك ان الدنستي بتساوي ماس على فوليوم، فبهدوء كده انت معاك الماس ومعاك الدنس، تعرف تجيب الفوليوم، فمن هنا الفوليوم هيساوي ماس على دنستي. لا بالراحه بقى، واحده واحده. الماس مين؟ الماس اللي عند حضرتك هو ب 54 على الدنستي، والدنستي بكام؟ 26.4. تقسم الاثنين على بعض تجيب الفوليوم، يبقى 54 على 26.4 يطلع لحضرتك ب 2.045 سنتيمتر كيوب. وحضرتك عارف مليون في المية ان الفوليوم بيساوي لينث في ويتس في هايت، وطبعا اللينث في الويتس ده الاريا، يبقى ساعتها الهايت اللي هو السيكنس بتاع حضرتك هيساوي فوليوم على اريا. حضرتك مشكورا، معاك الفوليوم اللي هو 2.045 على الاريا مديها لحضرتك ب 75، تطلع ساعتها السيكنس بكام، يبقى الرقم ده ديفايدد 75 يطلع ان السيكنس ب 0.0272 سنتيمتر، اللي هي اعتقد تبقى الاجابه الصحيحه، هي الاجابه A، دي اقرب اجابه للصح. يبقى سؤال 65 الاجابه فيه تبقى الاجابه A. 66 بيقول لحضرتك the best container to store a copper sulfate solution is، انت عايز تحفظ كوبر سلفيت، وطالما تحفظ كوبر سلفيت لازم تستخدم حاجه ما تتفاعلش مع الكوبر سلفيت، يعني ما تستخدمش حاجه هتكون مور رياكتيف زان الكوبر سلفيت، يبقى لازم تستخدم حاجه اقل من الكوبر. فعلى فكره بقى الايرن ده اعلى من الكوبر هيتفاعل معاه، والايرن هيتفاعل معاه، السيلفر اقل من الكوبر فالسيلفر بقى مش هيتفاعل معاه، فالكوبر يقعد جوه السيلفر ما يحصلوش اي حاجه، وبعدين الالومنيوم على فكره اعلى من الكوبر فهيتفاعل معاه برضه. يبقى الايرن كونتينر، والايرن كونتينر حتى لو كان جلفنايز برضه الايرن هيتفاعل معاه، وعلى فكره كلمه جلفنايز معناها زنك، والزنك على فكره اعلى من الكوبر فبرضه هيتفاعل عادي، يبقى ده هيتفاعل وده هيتفاعل وده هيتفاعل، اما السيلفر كونتينر هو اللي مش هيتفاعل نتيجه ان السيلفر تحت الكوبر في الجدول بتاع الالكتروموتيف سيريس. نيجي بعد كده لسؤال 67. سؤال 67 بيقول لك the paint layer will quickly crack in one of the following cases. البينت لاير الطبقة اللي اتدهنت هتتخربش وتتكسر بأسرع ما يمكن امتى؟ لما يحصل scratch the cathode coating layer، ولا put sulfuric acid in a galvanic iron container، ولا scratching a tin foil covering plating covering a piece of iron، ولا putting sulfuric acid in an iron container covered with copper. انت لازم تستخدم حاجه تتفاعل مع اللي تحتها، يعني بالراحه كده scratch the cathode coating layer. انا ممكن لو خربشت الكوتنج لاير ساعتها الطبقه اللي جوه هتصدي، ان هو بيقول لك the paint layer will quickly crack، يعني هو عايز الطبقه الخارجيه هي اللي هتتاكل مش بيقول لك الداخليه. طيب put sulfuric acid in galvanized iron container. طبعا، ما هو انت سعادتك لو حطيت الايرن على سلفوريك اسيد فساعتها مليون في المية الايرن هيريبليس الاتش ويطلع حياتك ايرن سلفيت زائد هيدروجين، وساعتها اكيد الايرن ده هيتاكل مليون في المية. انما لو جيت على تحتها مثلا scratching a tin foil covering a piece of copper، التين اصلا كده كده بيعمل زي ما تقول anodic protection للايرن، فبالتالي مهما تخربش مش هيحصل حاجة. putting sulfuric acid into iron container covered with copper، ما هو خلي بالك الكوبر لو اتفاعل مع السلفوريك اسيد ما بيحصلش تفاعل اصلا، نظرا لان الكوبر هنا نو رياكشن. ليه بقى؟ نظرا لان الكوبر less reactive than الهيدروجين فمستحيل يحصل تفاعل، فالوحيد اللي هياكل الطبقه الخارجيه اللي اتدهنت هي الاجابه بي، هي الاجابه الصحيحه، سواء بقى جالفانايزد ايرون كونتينر او ايرون كونتينر، سواء بالايرون او الزنك الاثنين كده كده مور رياكتيف زان الهيدروجين، فهي دي اللي هتاكل الطبقه الخارجيه. سؤال 68 بيقول لحضرتك the electric current is created through a chemical reaction in في الجلفانيك سيل،
طبعا الكرنت بيتكون عن طريق رياكشن في الجلفانيك سيلز. سؤال 69 بيقول لك one of the following occur by the electrolysis of copper sulfate solution using copper electrode. ايه اللي هيحصل لما استخدم copper electrode في copper sulfate solution؟ اولا الكوبر الكترود، لو الكوبر اللي عند الانود اكيد هيفقد ويحصل له لوز، والكوبر اللي عند الكاسود هيحصل له جين، فبالتالي الانود لوز اتس ماس ولا الكاسود لوز سام اوف اتس ماس؟ لا، ولا دارك ان ذا سوليوشن ولا لايت ان ذا سوليوشن؟ مبدئيا كده الاجابه الصحيحه هي الاجابه ايه، ان الانود هيلوز اتس ماس نتيجه انه الانود هيفقد الاتومز بتاعته، فبالتالي وزنه هيخف اكيد. نيجي بعد كده للسؤال 70. One of the following that occur by the electrolysis of copper sulfate using platinum electrode. هنا بقى platinum electrode، فالبلاتينيوم اللي عند الانود مش هيحصل له اي حاجه، اما بقى البلاتينيوم اللي عند الكاثود هيترسب عليه الكوبر، واكيد السوليوشن ساعتها لونه هيخف. فانت لو عندك سوليوشن بالمنظر ده، وادي عندك البطاريه، وطبعا دي البوزيتيف ودي النيجاتيف، وطبعا ده الانود وطبعا ده الكاثود، وساعتها هنا في بلاتينيوم الكترودز، فالبلاتينيوم الكترودز كده كده ما بتتفاعلش، احنا هنعتمد بقى ساعتها على السوليوشن. فانت عندك كوبر سلفيت، فساعتها الكوبر البوزيتيف هيطلع يترسب على الكاثود النيجاتيف، فهيطلع الكوبر ده عند الكاثود النيجاتيف بالمنظر ده، فساعتها وزن الكاثود هيزيد، واكيد السوليوشن لونه هيقل نتيجه ان الكوبر ايونز لو تفتكروا كان لونها بلو، فساعتها الكوبر ايونز هتقل، فبالتالي اللون البلو هيقل. ففي اجابه 70 بيقول حضرتك ذا انود لوز اتس ماس، لا الكاثود هيلوز سام اوف اتس ماس، لا دارك ان ذا سوليوشن هيبقى اغمق، لا لايت ان ذا سوليوشن السوليوشن هيبقى افتح مليون في الميه، نتيجه ان الكوبر ايونز هتخلص من السوليوشن نتيجه اللي يحصل اطلاع يحصل لها بيرسبتيف. سؤال 71 بيقول لحضرتك an electric current كذا is required to reduce 2 مول of copper cation in an hour. 2 مول اوف كوبر، فبالتالي بيقول لحضرتك ان ان اور، في خلال ساعه واحده. طيب الاول بس بالراحه كده واحده واحده، الاول انت معاك التي، فالتي هي ب 1 اور، هنضربها في 60 في 60 عشان نجيبها بسكند، وانت عشان تحسب الاي لازم تجيب الكيو، صح كده؟ طيب بيقول لحضرتك بقى 2 مول اوف كوبر، 2 مول اوف كوبر، خلي بالك انت عشان ترسب ال1 مول اوف كوبر، ال1 مول اوف كوبر كنا بنقول ان زد بتساوي زد في اف، صح؟ فكنا بنقول لو 1 مول هيبقى ان كميه الفرادايز اللي انت محتاجها بتساوي زد في 1 اف، صح؟ انما دلوقتي بقى انت مش عايز 1 مول، انت عايز 2 مولز، فبالتالي انت الاول بس الزد كانت ب2 اللي هي الفالنسي في 1 فاراداي، يعني يطلع عند حضرتك 2 فاراداي، ده عشان ال1 مول، انما عشان الاثنين مول فهنضربها في 2 فيطلع باربعه فرادي. بيقول لك بقى ان الاربعه فرادي دول عايزين نعرف الاي بتاعتهم بكام. طب بالراحه بقى عليا واحده واحده، انت الاول عشان تعرف الكيو بتاعتهم هتضربهم في 96500، فبالراحه بقى عليا، يبقى 4 في 96500 يطلع لحضرتك ان الكيو ب 386000 كولوم. خلاص كده، كده جبنا ايه الكيوب كام. ساعتها بقى حضرتك جبت الكيوب، لازم الاول تحسب بقى التي عشان تجيب الاي، التي احنا حسبناها، عايزين بقى الاي. اذا كانت الكيو بتساوي اي في تي، وبناء عليه هتبقى الاي بتساوي كيو على تي، الكيو ب 386000 والتي بحوالي 3600، فهيطلع ان الرقم ده ديفايد 3600 يطلع ساعتها ب 107.22، يبقى ساعتها تطلع الاي ب 107.22 اللي هي الاجابه بي، هي الاجابه الصحيحه. في سؤال 72 بيقول لحضرتك by electrolysis of copper sulfate solution using a black graphite electrode. طبعا البلاك جرافايت ده بيتفاعلش يا رجاله. It was observed after a while that outer surface of one of the graphite plate become red. يعني الاوتر سيرفيس بيكام ايه؟ ريد. بيقول لك one of the following is correct. معلش مش one of the following is correct. في حاجة من الحاجات الآتية تعتبر صح. بيقول لك أولا the graphite plate whose surface has a changed color represents the cathode. طبعا دي الإجابة الصحيحة. ليه بقى؟ نتيجة إن عند الكاثود بيحصل gaining، ولما هيحصل gaining ساعتها هيحصل precipitate، والpercipitate اللي هيترسب ده هيخلي فيه لون على الجرافايت،
فبالتالي هيحصل عند الكاثود جيننج وهيحصل عند الكاثود برسبتيت، فعشان كده اللون بتاعه هيتغير، فبالتالي دي الإجابة الصحيحة. نيجي لسؤال 73، يقول لك one of the following occur by the electrolysis of copper 2 chloride solution and the electrode are of platinum. نفس الكلام، بلاتينيوم زي الجرافايت مش هيحصل لهم أي حاجة. ففي 73 يقول لك the mass of cathode increase and the chlorine gas rises at anode، ولا بيقول لحضرتك ال mass of anode increase، ولا ال mass of the anode decay at the and the cathode mass increase، ولا gas evaporate at cathode. بالراحة كده، أنت لو عندك الكوبر كلورايد، والكوبر كلورايد ده محطوط عنده بلاتينيوم الكترود، يعني ادي اهو بالمنظر ده، ادي السلكتين اهو، وادي هنا الكوبر كلورايد. فطبعا الكوبر كلورايد هتلاقي ان الكوبر البوزيتيف طلع على السلكه النيجاتيف وابتدى يترسب اللي هو الكاثود طبعا، والكلورين هيبتدي يطلع عند الانود ويبتدي يطلع في صوره هيئه جاز كده. فبيقول لك الماس اوف ذا كاثود انكريز اند ذا كلورين جاز ارايز ات انود، طبعا اجابه صحيحه مليون في الميه، لان دي اصلا اللي بتمثل عمليه الالكتروليسز اللي قام بيها فاراداي لاول مره. نيجي بعد كده للسؤال 74، بيقول لحضرتك by electrolysis of solution of potassium iodide using two platinum electrode the pH of the solution is، ال pH بتاع السوليوشن هيحصل له ايه؟ طب تعالى بالراحة عليا نشوف ال pH هيحصل له ايه، بس الأول تعالى نرسم. بيقول لك أنت عندك سوليوشن أهو عامل كده، وعندك ده positive وده negative، وطبعا ده أنود، وطبعا ده إيه؟ الكاثود. طيب وعندك بقى السوليوشن هو عبارة عن بوتاسيوم أيودايد اللي هو الكي أي، بس ما تنساش أن الكي أي سوليوشن يعني معاه مية، يعني أنت لو عندك الكي أي فهو هيتفك إلى كي بوزيتيف زائد أي نيجاتيف، صح؟ وعندك برضو المية اللي هي الـ HOH لأن هو قال سوليوشن، فعندك H بوزيتيف زائد OH إيه؟ OH نيجاتيف. عايزك بقى تركز معايا، بيقول لحضرتك الـ pH هيحصل لها إيه؟ تعال نشوف الأول إيه اللي هيحصل. المفروض إن الحاجات البوزيتيف هتجري عند الكاثود النيجاتيف، وطبعا هنشوف مين فيهم اقوى، وطبعا عند الكاثود بيحصل ريدكشن، هتلاقي الهيدروجن هي اللي اقوى، فهتلاقي ان الهيدروجن كميتها هتقل في السوليوشن، ولو الهيدروجن كميتها قلت لان هي اللي هتطلع عند الكاثود، فساعتها لو كميه الهيدروجن قلت يبقى البي اتش هتزيد، نظرا لان لو تفتكر البي اتش كانت بتساوي نيجاتيف لوج الاتش، صح كده؟ وبالتالي لو كميه الاتش قلت ساعتها بسبب النيجاتيف يبقى البي اتش هتزيد. فبالتالي نختار الإجابة إيه هي الإجابة الصحيحة، نظرا لأن الـ H هي اللي هتترسب وهتطلع عند الكاثود، أما الـ K مش هيحصل لها حاجة وتفضل موجودة عادي جدا، نظرا لأن الـ H هي الأعلى في عملية الـ Reduction. نيجي بعد كده لسؤال 75، بيقول لحضرتك في 75 for coating an iron handle with a layer of braze، إحنا هندهن الـ iron زي ما تقول المقبض بتاع الحديد with a layer of braze the electrolyte used in the cell هيكون عبارة عن إيه؟ الإلكترولايت اللي أنت محتاج تستخدمه هيبقى عبارة عن إيه؟ تعالى كده بالراحة ونشوف. مبدئيا البريز ده كان عبارة عن، عشان الناس تبقى عارف، البريز اللي أنت هتدهن بيه هو عبارة عن زنك ومعاه كوبر، يبقى أنت عشان تدهن بالبريز أنت محتاج سوليوشن من الزنك وسوليوشن من الكوبر، فبالتالي هنستخدم سوليوشن من الزنك صلفيت والكوبر صلفيت عشان ندهن بيه البريز ألوي. نيجي بعد كده لسؤال 76، في 76 بيقول لحضرتك which of the following is correct by the electrolysis of solution of potassium chloride، هنعمل electrolysis للبوتاسيوم كلورايد. طيب هل الاي ام اف هتبقى بوزيتيف؟ مستحيل، اصلا في عمليه الالكتروليسز دايما الاي ام اف بتبقى نيجاتيف. The potassium ion remain in the solution، فعلا البوتاسيوم ايون هتفضل موجوده في السوليوشن اللي احنا اتكلمنا على الموضوع ده فوق، ان الهيدروجين هي اللي هتطلع والبوتاسيوم هتفضل موجوده. نيجي لسؤال 77، all gases emitted from the electrolytic cell sublimate at anode except electrolytic cell، بكل الحاجات دي بتطلع عند الانود ما عدا. طيب هو بالراحه بس عليا، الانود هو يعتبر في الالكتروليتيك سيلز، الانود من وجهه نظرك هو البوزيتيف بول، وطالما البوزيتيف بول لازم هيجري عليه الحاجات النيجاتيف ويحصل لها عمليه الاكسيديشن، فبالتالي الايودين ممكن يطلع والبرومين ممكن يطلع والاكسجين ممكن يطلع، انما الهيدروجين هو اللي ما يطلعش. ليه بقى؟ لان الهيدروجين
ايونز عمرها ما هيحصل لها لوز، لان كل الحاجات دي تعتبر ايونز نيجاتيف، انما الهيدروجين هي ايون بوزيتيف، فعمر ما الايون البوزيتيف اللي هي الهيدروجين البوزيتيف هتطلع تجري على الانود البوزيتيف، فبالتالي دي الوحيده اللي عمرها ما هتطلع عند الانود. نيجي لسؤال 78، بيقول لك the ions will be discharged in one of the following cases ما عدا مين، يعني الايونز هتخلص في كل الحاجات الاتيه ما عدا مين. تعالى في 78 نشوف a reaction with reaction iron reaction with diluted hydrochloric acid. لا، هو الايرن لما يتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد، فبالتالي هتلاقي ان الايرن نط مكان ال H وادانا FeCl2 زائد هيدروجين جاز، فساعتها الايونز ما زالت موجوده، الراجل ده بوزيتيف والراجل ده نيجاتيف. روستنج اوف سيدرايد، روستنج السيدرايد ده ما يخليش فيه ايونز. تعال نشوف، السيدرايد هو كان عباره عن FeCO3، فبالتالي لما هتسخنه هيتحول ل FeO زائد CO2، وبعدين ال FeO كان بيحصله رياكشن مع الاكسجين ويتحول الى Fe2O3 وتفضل برضه الايونز موجوده. اما بقى الالكتروليسز اوف CuCl2 ساعتها في السوليوشن، اهو ده بقى اللي هيخلص الايونز. ليه؟ لان ساعتها السيو هتتقسم لبوزيتيف ونيجاتيف، واحده تعمل لوز والتانيه تعمل جين، فساعتها الايونز هتنتهي والسوليوشن هيخلص، وبالتالي يطلع ناحيه برسبتيت وناحيه جاز، فبالتالي السوليوشن هيخلص في الاين او الايونز مش هتفضل موجوده في 78. سؤال 79 بيقول لحضرتك to transfer copper from anode to cathode، انت عشان تنقل الكوبر فروم الانود للكاثود ايه اللي لازم يحصل؟ تعال نشوف، بيقول لحضرتك an electrolytic cell whose anode is by a silver plate and its cathode is a copper plate. انت عشان تنقل الكوبر من الانود للكاثود، عشان ينزل من عند الانود يروح عند الكاثود، لازم الالكتروليتيك سيل يبقى الانود معمول من السيلفر والكاثود معمول من الكوبر. لا طبعا، ده لازم الانود هو اللي كوبر والكاثود هو اللي سيلفر، عشان الكوبر ينزل من عند الانود يروح عند الكاثود. An electrolytic cell whose potential anode is copper and cathode is silver plated. هي دي بقى. ليه بقى؟ نظرا لانه عند الانود هيحصل لوز وعند الكاثود يحصل جين، فبالتالي الكوبر ينزل من عند الانود يروح ناحيه مين؟ يروح ناحيه الكاثود، زي ما كنا بنعمل عمليه الالكتروبليتنج بالظبط. نيجي بعد كده لسؤال 80، في سؤال 80 بيقول لحضرتك the appropriate way to extract sodium from its raw material، لازم تعمل ايه عشان تستخرج الصوديوم من الرو ماتيريال، هي زي الالومنيوم بالظبط. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل. thermal decomposition of the ore، لا طبعا. the electrolysis of the ore solution، لا. solution heat slowly heating the ore، لا. electrolysis of the molten ore، طبعا زيها زي الالومنيوم بالظبط، نعمل electrolysis للmolten ore بتاع الصوديوم زي ما عملنا للmolten bauxite. نيجي بعد كده ل 81، بيقول لحضرتك في 81 copper is used in most coin due to، هو الكوبر بيستخدم في كل الكوينز او معظم الكوينز ليه؟ its hardness عشان ناشف and durability و extreme hardness، لا طبعا في معادن كتير اقوى من الكوبر. طيب هل its presence at the bottom of the chemical activity chain، طبعا هو موجود في اخر الجدول بتاع الكيميكال اكتيفيتي، فبالتالي ما بيصديش بسهوله، فعشان كده بنستخدمه في معظم الكوينز. في سؤال 82 بيقول لحضرتك الغازز اي ليبريتد ات ذا بولز اور اف الكتروليسيس اوف كوبر 2 كلورايد سوليوشن اند جرافايت الكترود، طبعا الكلورين جاز هيطلع عند سلكه من السلكتين. سيل بيوريفاينج ا كوبر بيس، لا البيوريفيكيشن بتاع الكوبر ما كانش فيها. ان الومنيوم الكترولايت الكتروليتيك اكستراكشن سيل، طبعا الالومنيوم سيل بيطلع عندها اكسجين، ف A و C صح، ولكن هو مستحيل طبعا يجيب لكم اجابتين صح في السؤال، ولكن هنا الاجابتين دول يعتبروا صح في هذا السؤال. سؤال 83 بيقول لحضرتك a substance can never act as an oxidizing agent in one of the following cases، في حاجة عمرها ما هتشتغل as oxidizing agent، يعني عمرها ما هيحصل لها عملية reduction. a substance in its highest oxidation state، طبعا اللي عنده oxidation state عالي عمره ما يحصل له عملية reduction. طيب سؤال 84، a substance can never act as a reducing agent، يعني يحصل له oxidation، يبقى أكيد عنده high reduction او عنده low oxidation، الاثنين صح، فبالتالي هنختار في 84 ان هو substance is in the highest oxidation state، لا طبعا. substance is the highest reduction state، طبعا عنده highest reduction state، هي دي الاجابة الصحيحة مليون في المية. طيب 85 بيقولوا عايز في 85
One of the following cells include a gas evolution. في واحدة من دول بتطلع جاز. طيب تعال نشوف. Electrolysis of lead bromide melt using platinum electrode. اللاد بروميد هيطلع جاز. طبعا هو البرومين زي الكلورين بيطلع جاز، فبالتالي البرومين هيطلع في صورة جاز. طيب coating a jug بكوبر او زنك، لا طبعا. دانيال سيل، لا. فولاتك سيل من الزنك والسيلفر، لا. فبالتالي اول اجابه بس هي الوحيده اللي هتطلع جاز زي البرومين جاز، زي الكلورين جاز بالظبط. 86 بيقول لك gases are released at A during the electrolysis of solution except A gas. بيقول لك الجاز بتطلع عند مين؟ except واحد جاز مستحيل من دول يطلع. فبالتالي الجاز دايما لو تفتكر انت لو كان عندك بيكر والبيكر دي عامله كده، وطبعا ده البوزيتيف وده النيجاتيف، فدايما الجاز كان بيطلع عند البوزيتيف وبيطلع عند الانود، صح؟ ما عدا الجاز الوحيد اللي عمره ما هيطلع عند الانود هو الهيدروجين جاز، لان الهيدروجين نفسه بوزيتيف، فبالتالي الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده ل 87. Which of the following arrangement should be used if you want to paint a copper of silver? A cup of silver. انت عايز تدهن كوباية معمولة من السيلفر، فلازم سعادتك تعمل ايه؟ اولا هتعلق الكوب عند الكاثود وتحط سيلفر رود عند الانود، وبعدين تحط الاتنين في سوليوشن من السيلفر، فبالتالي الاجابة C هي الاجابة المنطقية الوحيدة الصحيحة. 88 بيقول لك the increase in the mass equals the decrease in the mass of the anode in a cell of A. بيقول لك ال decrease اللي بيحصل في ناحية ال increase اللي بيحصل في ناحية الكاثود هو نفس ال decrease اللي بيحصل عند الانود، فأنهي بطارية؟ هي أعتقد بتاعة الكوتينج. فبالتالي عملية الكوتينج اللي هي ال plating يعني هي اللي لازم تبقى الاتنين قد بعض، لأن الوزن اللي بيقل هنا هو هو الوزن اللي بيزيد هنا، نتيجة إن ال ions كانت بتقع وبعدين تطلع تقعد الناحية التانية، ال ions تقع وتطلع تقعد الناحية التانية. فبالتالي هي الإجابة الصحيحة الإجابة B. نيجي بعد كده لآخر سؤال تشوز، وسؤال 89 بيقول لك to paint a silver spoon عشان تدهن معلقة معمولة من السيلفر with a copper layer بقطعة من الكوبر أو بطبقة من الكوبر we use a solution of silver nitrate. لا احنا الحاجة اللي بندهن بيها نحط solution منها. a silver at cathode، لا. a solution of copper to sulfate أو copper sulfate as an electrolyte، طبعا هي دي الإجابة الصحيحة. نظرا أنت تستخدم copper sulfate solution عشان الكوبر يقعد في الكوبر ويطلع يجري الناحية التانية عند المعلقة. نيجي بقى بعد كده للترو والفولس. بيقول لك في اول سؤال in extraction of aluminium aluminium precipitated at cathode، فعلا هو بيترسب عند الكاثود. 2 in the extraction of aluminium oxygen بيطلع عند الكاثود، لا مستحيل اكسجين مش هيطلع عند الكاثود بيطلع عند الانود. 3 in the extraction of aluminium the carbon load must be replaced at a regular interval of time، لازم تبدل من وقت للتاني، طبعا مليون في المية الاجابة صح. 4 in the purification of metal element or silver or gold are dissolved in the electrolyte solution، لا هم ما يدوبوش في السوليوشن هو بيكونوا precipitate. 5 in electroplating of a jug with a layer of silver must take place in a gold 3، عشان تدهن بالسيلفر لازم تحط gold 3 chloride solution، إجابة طبعا غلط مليون في المية، نحط solution من السيلفر. During the purification of metal the impure metal should be connected to cathode، هو لازم الـ impure metal يتوصل عند الكاثود، طبعا إجابة خاطئة، الـ impure بيتوصل عند الأنود. The impurities of silver and gold are not oxidized because they are below hydrogen in electromotive series، هم أقل من الهيدروجين، طبعا صح هم أقل من الهيدروجين، فبالتالي يعتبروا ما بيحصل لهمش عملية الأوكسيديشن. وبكده نكون خلصنا مع بعض الواجب رقم 4 وخلصنا واجبات chapter 4، وإن شاء الله بإذن الله من الأسبوع اللي جاي ننزل حضراتكم الواجبات بتاعة chapter 5، وهناخد حصة واحدة بس من chapter 5 قبل الأجازة وبعدين نكمل بقية الشابتر بعد الأجازة. أتمنى تكون الحصة كانت مفيدة وسهلة وبسيطة على حضراتكم، بتمنى لكم كل التوفيق، إلى اللقاء.